أعود مشاهدينا الكرام بكم ومع حضراتكم في هذا اللقاء الختامي في انطلاقات الصباح في هذا اليوم. في هذه اللحظة انطلق الشوط الأخير والشوط الوداعي في انطلاقات الصباح الساعة الثانية إن شاء الله ظهرا. هناك لقاء خاص بهجن أصحاب السمو الشيوخ مع الثنايا. إذن الانطلاقة الختامية مشاهدينا الكرام والمتابعة الأولى للمراكز الأولى المتقدمة في صدارة الشوط. هناك الدرزون، درزون لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير من احتل صدارة الشوط واخذ المركز الأول. هناك النقل التالي على المركز الثاني شعار بن كديدة، برق لحميد بن سلطان بن كديدة هو من يتواجد على المركز الثاني في هذه اللحظة. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث من الجانب الآخر. خميس بن عبيد بن يميع يقدم لنا نشوان على المركز الثالث. المركز الرابع نشوف المركز الرابع وكذلك خميس بن عبيد بن يميع يتواجد على المركز الرابع. والمركز الخامس نشوف المركز الخامس، تقدم المركز الخامس شاليت في المركز الخامس، مروان بن سيف بن خصيبة من احتل المركز الخامس. مشاهدينا الأعزاء المركز السادس، المركز السادس ونشاهد زعفران عبد الله بن سالم المسافري. أما المركز السابع المتحد لمحمد بن حمد الاجتبي. المركز الثامن نقل إلى المركز الثامن وإلى الغزال لنوار بن جمال السندي، يأتي في المركز الثامن. المركز التاسع، المركز التاسع هملول لحميد بن مطرب الكوس. والمركز العاشر، المركز العاشر 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 اذا ذيبان لعلي بن راشد بن معيصم الاجتبي. هذه العشر المراكز الاولى المتقدمه مشاهدينا الكرام في هذا الشوط. عودة إلى صدارة الشوط مشاهدينا الكرام ونشوان من يسيطر على مقدمة الشوط. نشوان لخميس بن عبيد بن يميع الآن خذ المركز الأول واحتل الصدارة، بينما المركز الثاني يأتي عجيب. عجيب لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير يتواجد في ثاني المراكز، مباشرة ثالث المراكز وهناك الواصل. خميس بن عبيد بن يميع في المركز الثالث، نقلتنا إلى المركز الرابع ورابع المراكز حميد بن سلطان بالكديدة يقدم لنا مشاهدينا الكرام برق على هذا الموقع وفي هذا الشوط. المركز الخامس نصل مشاهدينا الاعزاء الى شاهين في المركز الخامس لمروان بن سيف بن خصيبه اللي يحتل المركز الخامس في هذه الاثناء. والمركز السادس يصل عبد الله بن سالم المسافري يقدم زعفران. المركز السابع وصل المتحد لمحمد بن حمد الاجتبي، بينما المركز السابع حميد بن مطرب الكوس وهملول في هذا الموقع. المركز الثامن نشوف المركز الثامن او المركز التاسع، المركز التاسع يحمل رقم تسعه ذيبان علي بن راشد بن معيصم الاجتبي. ويلا خلك ذيب يا راعي ذيبان. المركز العاشر، المركز العاشر الحاسم لخلفان بن راشد بالشاوي من يحتل المركز العاشر. هذه النتيجة إذا مشاهدينا الكرام لمراكزنا العشر الأولى المتقدمة من هذا الإقرار ومن هذا الشوط. شوط مميز وشوط مليء بالإثارة مشاهدينا الكرام ومليء بالحماس والانتصارات. لكننا نعود إلى مقدمة الشوط لنواجه هناك إعصار غير عادي. الله يا سلام اللي انطلق نشوان، اسم عملاق، اسم عملاق نشوان في المركز الأول. خميس بن عبيد بن يميع هو من يقدم لنا نشوان على صدارة الشوط وينتشي نشوان الفوز والناموس وإطلاق الروح النشاط في الصباح. يا سلام من يقدم لنا نوعية مميزة ونوعية فاخرة يستحق أن أيضا يطول الحديث، يطول الحديث على شانه. أما المركز الثاني فنصل إلى عجيب. عجيب لسعيد بن راشد بن غدير احتل ثاني المراكز في هذه اللحظات. وفي المركز الثالث وصل بن يميع
الواصل مع الواصل خميس بن عبيد بن يميع ايضا بنقدم اثنين في هذا الشوط. اما المركز الرابع فنتابع برق، نتابع برق لحميد بن سلطان بالكديده هو من يتواجد في مراكزنا في مركزنا الرابع والمركز الخامس. وصل هملول في هذه اللحظه في المركز الخامس، وحميد بن مطر بالكوز يتواجد على المركز الخامس. اما المركز السادس فنقدم زعفران وعبد الله بن سالم المسافري بو علي. بو علي يا سلام، راعي صوغان، هذا راعي صوغان المسافري معروف، معروف اسم يعني قديم واسم يعني منبع السلاله الصوغانيه. شوف المركز السابع، شوف المركز السابع وظبيان لمحمد بن ضبع العطوي. والمركز الثامن يتقدم ذيبان لعلي بن راشد بن معيصم الاجتبي. المركز التاسع هناك اسم جديد غزيلان سعيد بن مطر بالضبيعه. والمركز العاشر المتحد لمحمد بن حمد الاجتبي. هذه الاسماء العشره مشاهدينا الكرام في هذا الشوط، وعشره على عشره، وخلك عشره على عشره، لكن الصداره، الصداره هناك، الله انطلقت الصداره، اذهبت الصداره، وعجيب عجيب عجيب من انطلق على الصداره، من سار بناموسه وغار الغاره وانتزع المركز الاول ويبغي السياره. لكن الشوط يا سلام يا سلام، سعيد بن راشد بن حمد بن غدير من يقدم لنا عجيب على المركز الاول. وبنقول لك مشكور يا سالم يا ابن مبارك يا زرعي، كان قدمته الى المركز الاول. خلاص بدا ينطلق الان، بدا ينطلق ويباعد عن الجميع. وحرك يا محرك، ويلا يا اللي تبى تشرد اشرد، يا اللي تبى تشرد والحق يا اللي تبى تلحق. المركز الثاني وصل هملول، هملول لحميد بن مطر بالكوس. مشاهدينا الاعزاء يصلنا في ثاني المراكز. اما المركز الثالث خميس بن عبيد بن يميع، والمركز الرابع كذلك لنفس المالك خميس بن عبيد بن يميع. الله يعينك يا بن يميع. اشوف المركز الخامس، لكني اعود مع حضراتكم مشاهدينا الاعزاء، احود والف الف والف ومئتين، الف ومئتين والف ومئتين على خط النهايه، خط النهايه مشاهدينا الاعزاء. ولكن عجيب، الله يا عجيب شو سوى، سوى العجب عجيب في هذا الشوط، سوى العجب عجيب يا سعيد يا بن راشد يا بن حمد يا بن غدير، سوى العجيب عجب عجب في هذا الشوط، سوى العجيب. وهذا هو الكيلو الأخير، الكيلو الأخير مشاهدينا الأعزاء، كيلو الامتحان وكيلو الصدارة، كيلو الصدارة. وأقلع من هذا الشوط، ولكن خلاص أبحر عن الجميع. بالفعل خلى الجميع قطع، خلاهم قطع، راح عنهم أبعد 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 وانتزع المركز الأول والصدارة الشوط. إذا في المركز الأول في صدارة الشوط عجيب، لكن هناك بالكوس يحاول. وخلك حذاري، خلك حذاري يا سالم يا بن براك يلي ضمره، خلك حذاري من بالكوس. هملول قادم لحميد بن مطر بالكوس، حميد بن مطر بالكوس ما استعجل ما استعجل، لكن اللحظات الأخيرة. ياكم ياكم يا سلام يا سلام يا بالكوس يا بالكوس يا بالكوس، قادم بالكوس بقوة، قادم لينتزع المركز الأول، ينتزع الصدارة وانتزع المركز الأول على حساب عجيب، على حساب عجيب. أبعد خلاص، راح 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 وفل فل وراح وسلم على وين؟ هل أهل المرموم، أهل المرموم مكانهم زين يعرفونه. خلاص هذا هو هملول مشاهدينا الأعزاء، هملول سلالة نشوان، سلالة نشوان بعير الرياسة. يا سلام ما شاء الله، هذا البعير أنتج الكثير والعديد من السبق، وتكفي أن يعني أنجز الظفرة اللي يعني يابت لها كاس، يابت لها كاس مميز. عموما على كل حال هذا هو تشاهدونه، هملول في المركز الأول مسيطر سيطرة واضحة على الشوط وعلى الناموس وملكوس. مشكور يا مطر، نقول لك مشكور يا مطر يا بالكوس، أحد الشباب أحد الصحابة الخبرة، لكن هني حميد بن مطر بالكوس من يقدم لنا هملول على هذا الشوط وفي ناموس الشوط وفي تحديات وختام هذا الشوط. تهانينا لحميد بن مطر بالكوس على فوز هملول. المركز الثاني عجيب لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير، والمركز الثالث يصل مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات العطوي، العطوي محمد بن ضبع العطوي اخذ المركز الثالث، والمركز الرابع نجد محمد بن سالم الهاشمي، المركز الخامس ياتي زعفران لعبد الله بن سالم المسافري، المركز السادس ذيبان لعلي بن راشد بن معيصم. والبقيه مشاهدينا الاعزاء نتركها للاخوه اعضاء لجنه خط النهايه، نبدا معاكم مشاهدينا الاعزاء بلحظات الختام، ولحظات الختام ستكون اكيد جميله ولكنها ختامية مع هملول، عشر دقائق
وثلاثة أجزاء من الثانية تالينا والناموس لحميد بن مطرب الكوس على فوز هملول بختام الانطلاقات. أما المركز الثاني يصل عجيب 10 دقائق ثانيتين وجزء واحد من الثانية تالينا والناموس لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير. وثالث المراكز وصل مشاهدينا الكرام ضبيان لمحمد بن الضبع العطوي. في ثالث المراكز أيضا فاجأنا في اللحظة الأخيرة مع خط النهاية تالينا والناموس يا لك يا العطوي على فوز ضبيان بثالث المراكز. قدم ووصل في توقيت زمني مقداره 10 دقائق 8 ثواني 4